وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت التعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجيكس 30 بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11876 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.5% ليغلق عند مستوى 2218 نقطة. وقفز مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.1 ليغلق عند مستوى 3259 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال حنان رمسيس. أهلا بك معنا أستاذة حنان. بداية، يعني أداء جماعي مرتفع للبورصة المصرية اليوم، كيف ترين هذا الأداء؟ مساء الخير يا فندم. طبعا بعد حالة التباين اللي كان فيها المؤشرات خلال الجلسة في مستهلها، انتقلت كافة المؤشرات للمنطقة الخضراء. طبعا المؤشرات الفرعية كانت متواجدة بالفعل في المنطقة الخضراء من أول الجلسة، ولكن المؤشر الرئيسي للبورصة انتقل تدريجيا بسبب ضخ السيولة القوية فيه من قبل المؤسسات، مما دعته إلى انتقال المؤشر من المنطقة الخضراء. طبعا المؤشر الرئيسي للبورصة عند نقطة مقاومة قوية هي 12000 نقطة، وهو كان تأثر الفترة اللي فاتت بضعف التداولات، وكان تأثر طبعا بالأحداث الجيوسياسية الغير متواتية في المنطقة العربية، اللي هي ابتدت الأسواق العربية إن هي ترتفع بعد ما يعني قدرت إن هي تسيطر على هذا الحدث، وابتدت إن هي تتفاعل بالإيجاب، فتفاعل المؤشر الرئيسي للبورصة بالإيجاب مرة أخرى مدعوم بمشروعات المصريين والمؤسسات المالية المحلية. طبعا بالنسبة لقيم التداول، هي بتبقى في خلال الجلسة قيم منخفضة، ولكن بترتفع في جلسة مزايدة، لأن العديد من المتعاملين بقوا ينتظروا أن هم يشوفوا تحركات الأسعار على الأسهم القيادية اللي هي بتبقى المحك الرئيسي للاستثمار عند فئات المتعاملين، حتى المتعاملين الأفراد ابتدوا يؤثروا أن هم يضخوا السيولة في المؤشر 30 لاستقرار أدائه ولانتظار نتائج الأعمال في الفترة القادمة إن شاء الله. طيب أستاذة حنان، يعني هذا التفاعل الإيجابي كما وصفتي، ما التوقعات للسوق خلال باقي جلسات الأسبوع من واقع هذه طبعا الارتفاعات؟ طبعا احنا كل ما بيبقى فيه انخفاض في الاسعار بيبقى فيه تفاعل من قبل المتعاملين، ولكن في بعض الاوقات بيبقى هو تفاعل قصير الاجل يعني للمتاجرات السريعه، ولكن لو ابتدى يبقى فيه مركز عباره عن استثمار طويل الاجل لتكوين محافظ استثماريه عميقه، ممكن نشوف المؤشرات لاطول فتره ممكنه في المنطقة الخضراء، وتتخطى منطقة المقاومات القوية اللي هي بتبتدي تنزل منها وتبتدي ترتفع أعلاها، وده هيكون بسيولة قوية وبمد جسور التفاهم مع فئات المتعاملين، لأن شايفين إن في الفترة القادمة أخبار جيدة تتعلق بطروحات حكومية جديدة، تتعلق ب طبعا المراجعة الدورية للمؤشرات اللي بيخش أسهم جديدة للمؤشرات وتخرج أسهم منها، والتفاعل القوي بيبقى فيها من قبل المتعاملين الأجانب، وطبعا المراجعات الدورية طبعا للمؤشرات العالمية ممكن يكون له أثر إيجابي على أداء السوق، اللي احنا متوقعين بإذن الله نحصل حالة انتعاشة مع ضخ السيولة القوية بالتزامن مع وجود تضخم عالمي، وبيبقى أفضل مكان للاستثمار وللحفاظ على قيمة النقود هي أسواق المال. وطبعا مصر من الدول يعني اللي عليها الدور كأسواق ناشئة في اكتساب سيولة عالمية وليس سيولة محلية فقط. نعم، إذن انتعاش يعني مرتقبة في البورصة المصرية بإذن الله. خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، أشكرك جزيل الشكر.